السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج السرشاجي. النهاردة احنا هنتكلم عن مشكلة بتقابل أغلبية اللي بيعمل دايت، اللي هو مشكلة ثبات الوزن على الميزان. أنا قصده إن هو على الميزان، إن الإنسان أو حضرتك وحضرتك بتعملوا دايت، بتاكلوا أكل صحي، بتلعبوا رياضة، ومع ذلك بتقفوا عند وزن معين، بتخسوا أول شهر أو شهرين حاجات ملحوظة، حاجات بتحسوها على الميزان، وبعد كده تلاقيكوا بتخسوا 100 جرام و200 جرام، وبعد كده تلاقيكوا وقفتوا تماما. حاجة اسمها بتحصل اسمها البلاتو. بلاتو دي بتحصل إن هي ثبات الوزن. أولا نبتدي إيه اللي بيحصل في ثبات الوزن؟ أولا نبتدي إحنا نعرف إيه اللي بيحصل في الجسم. أولا الجسم بيعمل حاجة اسمها أدابتيشن، أو اللي هي تكيف على اللي أنت بتعمله. وليكن انت بتمشي على نظام دايت، مثلا انت بتاكل مثلا من اول اسبوع لحد اخر الاسبوع بتمشي على نظام دايت، وبعد كده بتكسر اللي هو بتاخد يوم فري او وجبه فري او وجبتين فري مثلا، وليكن زي يوم الجمعه، تمام، وبتمشي على الوضع ده شهر شهرين. فانت كنت الاول ما كنتش عامل كده، انت كنت الاول كنت بتاكل اكل عادي خالص، اللي هو زي اكل فيه معجنات تقيله، سكريات، كريبات، حاجات قويه جدا. وبعد كده ابتديت تمشي على نظام الدايت ده لمده شهر شهرين، فابتديت تلاحظ انخفاض في الوزن جامد. بس بعد كده الجسم بيعمل ادابتيشن ده، فكده الجسم ابتدى يتعود على الاكل والحاجات اللي انت بتعملها، فما بقاش بيحرق زي ما كان بيحرق اولاني. فايه اللي بيحصل عشان نكسر حتة ثبات الوزن ده؟ لازم نلعب على فكرة ان احنا نغير فكرة الجسم، او اللي هو ايه، نغير الادابتيشن بتاع الجسم. وليكن انت بتاكل من يوم السبت لحد يوم الخميس، او يوم الخميس اكل دايت، لا، حط شيت ميل في النص. شيت ميل دي اللي هي ايه؟ اللي انت بتاكل اكل عالي في الكربوهيدرات او عالي في السعرات الحراريه، عشان الجسم يتلخبط يلاقي نفسه بيحرق. بعد كده تمشي يوم او يومين تبقى عادي خالص، بعد كده تاني يوم تاكل مثلا في الوجبتين وجبتين تو شيت ميلز، اللي انت تعلي الكربوهيدرات الاخر، فتلاقي الجسم ايه، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، عامل زي البينج بونج، عامل زي اليويو كده، فاللي هو ما يعرفش انت بتعمل ايه، فيبتدي يضطر ان هو يكسر الوزن. فانت عملت كده وما بيحصلش، ابتدي العب رياضه. ابتدي العب رياضه. لما بتلعب رياضه، لما بتعلي الكتله العضليه، لما بتعلي الكتله العضليه فالدهون بتقل. على فكره يا جماعه، الدهون ما بتتحولش لعضلات، الدهون بتتحرق لوحديها، العضلات دي بتتبني لوحديها من الياف، لكن الدهون ما بتتحولش لعضلات. ده خاطئ جدا عند ناس سمعتها كتير قوي، ان انا لما بحرق الدهون بتتحول لعضلات، لا، الدهون دي حاجه والعضلات دي حاجه. فانت لما انت بتلعب بتعلي معدل العضلات او بتعلي الكتله العضليه، فلما بتعلي الكتله العضليه بيبتدي تحرق دهون اكتر. للعلم بالشيء، او كمثال بسيط جدا، ان نص كيلو عضل بيحرق 550 كالوري، بيحرق 550، فانت نص كيلو عضل بيحرق نص كيلو دهون، فدي حاجه كويسه جدا يا جماعه، دي حاجه كويسه وهتفيدكم كتير. فانت ابني اعمل عضل. فتيجي مثلا في حته ايه، واحد بيلعب رياضه، انا اقول لك بقى على اخر حاجه، واحد بيلعب رياضه، واحد بيهتم بالدايت، واحد قوي جدا في حته ان هو ماشي على نظام بحذافيره وبياكل التشيت ميلز وما اعرفش ايه وثابت على الميزان. ده بقى مش ثبات على الميزان. الميزان ما بيشوفش اللي بيحصل جوه جسمك، مش تحليل مثلا زي الان بادي. في ميزان اسمه الان بادي، ده بيجيب لك النسبه العضليه قد ايه، وكتله الدهون قد ايه، وحجم الميه اللي في جسمك قد ايه، وهكذا. اما اللي احنا بنتكلم فيه ده انت كده بتزود معدلات اللي بتزود الكتله العضليه وبتقلل الدهون، فانت ثابت، انت بتعلي الكتله العضليه وبتقلل الدهون، فهي هي. فانا هقول لك بقى الدهون بتحصل ايه. انت عشان تحسب انت بتخس ولا لا، جيب مازوره زي اللي عندنا في البيوت العاديه خالص، وقيسها على جسمك، وقيس عرض الفخذ وعرض الايد، عرض الرقبه، عرض البطن، عرض بس كده، عرض الرجلين بس وخلاص كده، وعرض الوسط طبعا. بعد ما بتقيس ده كله، بعد دي مثلا عملت القياسات مثلا اللي هي مثلا النهارده الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده شوف القياسات. هقول لك ليه. حجم العضلات، حجم الدهون قصدي، كبير جدا. حجم الدهون انا بشبهه بحاجه اسمها زي اطباق الفل. الفل حاجه، لو انت مثلا جبت 10 كيلو فل، تلاقي ال 10 كيلو دولت واخدين مساحه كبيره جدا من الاوضه، يعني تلاقيهم لو انت حطيتهم في مخزن الاوضه تلاقي الاطباق الفل دي كتير قوي، واخده مساحه كبيره قوي، بحيث لو انت جبت 10 كيلو حديد تلاقي قد كده. فايه الفرق؟ الدهون كبيره ضخمه، يعني اللي هي ايه، هولو كبيره كده، عامل زي البالونه منفوخه. فلما انت بتقلل حجم الدهون، فانت كده قللت جزء كبير جدا من كثافه جسمك. لكن لما بتزود في حجم العضل، فانت عملت حاجه قد كده، يعني مثلا شلت مثلا كيلو دهون وحطيت كيلو عضل، فكيلو العضل قد كده، وكيلو الدهون ده قد كده. للعلم بالشيء، كعلميا الدهون اكبر من العضلات في الحجم بثلاث مرات. الدهون اكبر من العضلات بثلاث مرات. فانت لما بتقلل نسبه الدهون ونسبه العضل بتزيد، فانت ما بتشوفهاش على الميزان. انت عايز تشوفها صح،
شوف في تحليل اسمه الان بودي، انا هحاول احط لكم اي ديسكريبشن تحت ان عن التحليل الان بودي ده لحد ما اعمل يعني ايه فيديو عنه. تحليل الان بودي او ميزان الان بودي ده بيجيب لك كل حاجه في جسمك. عشان الخلاصه، عشان توصل لحل كويس في حته ثبات الوزن، كل شيت ميلز كتير، العب رياضه كتير، العب ويت ليفتنج كتير، ولو انت بتلعب ويت ليفتنج اللي هي رفع الحديد، زود يوم او يومين كارديو، اللي انت الكارديو دي اللي بتعمل على معدلات القلب وبتساعد على سرعه معدلات القلب. زود كده، زود شيت ميلز، زود معدلات الكارديو، لو انت بتلعب في لو انت بتعمل ويت ليفتنج زود الكارديو فيها. لو انت مثلا بتعمل ويت ليفتنج مثلا 5 ايام، لا شيل 3 ايام او يومين وحط فيهم كارديو، الدنيا هتتظبط كتير قوي. وقولوا لي ايه الاخبار، يعني شوفوا كده الفيديو ده وامشوا على النمط ده ان شاء الله. ولو اي حاجه سيبوها لي في الكومنت وانا كده كده تحت امركم. انا ان شاء الله السرشاجي، السرشاجي يا جماعه وظيفته ان هو بيجمع كل ابحاث عن اي حاجه في يعني في اليوتيوب او في السيرشز بره، وبيجمعها هنا تمام. فده بيجيب لكم الخلاصه بمعنى صح.